التعليم إذا سمحتوا سيد رئيس الحكومة، لابد من وقفة عند صاحبته في الوزارة اللي هي الرياضة، التي أصرت حكومتكم الموقرة إلا أن تعقد القران بينهما في زواج ضد الطبيعة، كما تتبع جميع المغاربة تبعوا فريقهم الوطني خسرنا مباراة في مسار، وكم هي حسرتنا الجماعية كمغاربة لأن الحلم كان أكبر من الواقع، وشهية قطر جعلت كأس إفريقيا مطمحا وهدفا ضاع بضياع الأهداف، هي ليست إلا عثرة في مسار ناجح، مسار عنوانه رؤية ملكية حكيمة جسدتها الجامعة والرقراقي وكتيبته، عثرة نمتلك الجرأة للقفز عنها لأنها تحمل أفكار كبرى لن تعرقلها عقول صغيرة لا تستوعب الأفكار الكبرى. فعلا تحسر المغاربة ولا رد فعل للحكومة لمخاطبة وجدانهم المكلوم، فبالأحرى في تعليمهم المغموم. نقاشنا اليوم حول التعليم والأزمة المرتبطة به هو موضوع مبدئيا، أقول مبدئيا سيد رئيس الحكومة، كان بإمكان وزيركم في التعليم واللي جال القبة ديال البرلمان هذه واحد جوج ديال الأسابيع، كان بإمكانه أن يعفينا من النقاش ديال اليوم، ولكنه خرج كما دخل عابر سبيل وليس وزير لا جديد ولا رأي سديد ولا في جعبته ما يفيد. وأنا السيد الوزير كان سأل، كان على رأس لجنة نموذج تنموي الجديد وعقد معنا كأحزاب اجتماعات عدة، أبهرنا بشروحاته النظرية وخطاباته المنومة فيما يخص التعليم والمتعين على رئاسة على رأس القطاع، قلنا ربما ستكون له قيمة مضافة، وعوض أن ينجح في صناعة الإصلاح تفوق في صناعة الاحتقان، شلل المدرسة عطالة التلميذ والأستاذ خلق العائلة واستنفار المنظومة الأمنية والتي لها كلفة مالية، دون الحديث عن الكلفة النفسية لآباء وأولياء التلاميذ.